ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. علمنا من مصادر موثوقة أن مجلس إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي برئاسة حمدي المدب قرر عدم تفعيل بند الشراء في عقد المهاجم السنغالي موسى كوناتي من فريق ديجون الفرنسي. وتعاقد الترجي في سبتمبر الماضي مع كوناتي بموجب إعارة تمتد لموسم واحد قادما من فريق ديجون الفرنسي، مع أحقية شراء العقد نهائيا بانقضاء الموسم الرياضي الجديد 2021-2022. وكلف كوناتي خزائن الترجي 250 ألف يورو بجانب مبالغ أخرى يدفعها الشيخ الأندية التونسية كحوافز إضافية، قد تجعل قيمة الصفقة في النهاية تصل لنحو 350 ألف يورو، مليون دينار تونسي، فضلا عن راتب اللاعب الذي يبلغ حوالي 400 ألف يورو سنويا، أي أنه يكلف الشيخ الأندية التونسية قرابة 34 ألف يورو شهريا. كما علمنا أن المهاجم السابق للنادي الرياضي أسفاقسي ونادي العروبة الإماراتي كينغسلي إيدو قد اتفق مع الترجي الرياضي التونسي على عقد مدته 3 سنوات ونصف. وكان المهاجم النيجيري قد فسخ العقد الذي كان يربطه بفريقه الإماراتي منذ أيام قليلة قبل أن يدخل في مفاوضات مع الترجي الرياضي التونسي، ومن المنتظر إتمام الصفقة والإعلان عنها رسميا في قادم الساعات، ليمضي بذلك المهاجم النيجيري على عودته إلى البطولة التونسية من جديد. كما يتجه المدافع زياد المشموم لمغادرة الترجي الرياضي التونسي نحو فريقه الأم الاتحاد المنستيري. وفقا لمصادر ترجية فإن المدرب راضي الجعايدي أعطى الإذن بتسريح المشموم على اعتبار أنه لا يدخل ضمن تطوراته الفنية، وفي انتظار التوصل لاتفاق مع هيئة الاتحاد للتفويت في المشموم، فإن الترجي يترصد لاعبا آخر لنفس الخطة. إخوانا ما تنسوش باش تدعمونا بجيم للفيديو، أبوني للشان باش يوصلكم كل جديدنا، والسلام عليكم.